ما صارت معك لما كنت رئيس في لاعب مثلا، احس انا بحاول اخذ اجيبها من الذاكره، في لاعب مثلا قيمته الحقيقيه 3 مليون بس انتم اضطريتوا في الهلال تجددون معاه برقم اعلى لانه تم التفاوض معاه من طرف نادي النصر. لا والله يعني انا بالنسبه لي عبد العزيز الدوسري اذا ماني غلطان. لا عبد العزيز الدوسري في الفتره تجديد عقده ما اقدر اقول لك معلومات لانه انا كنت ماني في الاداره. كنت مستقيل، انا يعني تشرفت بالعمل مع الامير عبد الرحمن كنائب رئيس من 2008 الى بدايه 2013، يعني اول ثلاثة شهور من 2013، من تحديدا من مايو 2008 الى يمكن اعتقد فبراير 2013. فكان تجديد عقده وانا ما كنت موجود الحقيقه في النادي، يعني حتى وقتها كنت في امريكا اتذكر، فما اعرف، ما اقدر اقول لك تفاصيل شيء ما اعرف عنه. بالنسبه لادارتنا احنا لا، كان كل التجديدات مبنيه على اراء فنيه معظمها، واحيانا المدربين يقول انا ابغى الخانه الفلانيه تحديدا، مثلا ابغى مثلا راس حربه بديل سعودي، ابغى لاعب في المركز هذا ان استطعتوا تجيبون لي مثلا ظهير يلعب باليمين وباليسار كبديل. اراء فنيه احيانا ناخذ فيها، واحيانا والله ما ناخذ راي المدرب لانه نعتقد انه اللاعب هذا مستقبله اذا كان صغير في السن او شيء مستقبله حي. اللي كنا نواجه فيها مشكله لاعبين كانوا يمثلون منتخب حتى على مستوى المنتخب الاول، وكانوا في انديتهم الحقيقه كان وبعضهم منتخب اولمبي، وكانوا يعني اساسيين في انديتهم، كانوا يقدمون مستويات طيبه جدا بدون يعني بدون ذكر اسماء، ويمكن ما يحتاج ان اقول اسماء، ولكن بعض اللاعبين لما يجي لنادي الهلال يختلف الموضوع عنده. الرهبه الجماهيريه، الضغط، الاعلام، يبدا اللاعب ينقص مستواه من هالاشياء، يعني ينزل المستوى تحديدا لانه والله انا ما قدرت ما يقدر يقولها بس يبين عليه، يعني تلقاه حتى مثلا قبل بعض المباريات مثلا انا مصاب، انا مجهد، انا انا انا. فلا بد انه اللي يلعب في نادي كبير مثل الهلال يتحمل الضغوطات هذه كلها، مو بس اللي يلعب، اللي يعمل حتى. يعني اللي يعمل واللي يلعب في نادي الهلال، حتى المدربين. تجد المدربين اللي يمكن ينجحون دائما او معظمهم تلقاهم يعني مارسوا العمل في انديه جماهيريه في بلدانهم. فأنا أشوف أنه هذه النقطة اللي كانت تواجهنا فيها مشكلة، أنه استقطاب لاعب منتخب أو بديل في منتخب أو لاعب شاب ممتاز ونواجه المشكلة معه أكثر.